الو السلام عليكم. حقيقة التكريم اليوم فرح كبير، هذا الأستاذ الكبير سي عبد الواحد التلاميذ تيدير التكريم ديال ولاد المدينة القديمة، وهذا الرجل تيبقى رجل طيب لأنه هو سي التلاميذ حقيقة كيرجع له هذا الفضل كبير بزاف، لأنه هو من شجرة ديال طيبين دباه ولم الله وليهم برحمة الله. هذا الرجل هذا اش غادي نقول لكم، الله يعطيه الصحة وخرج لنا عاود خرج لنا التاريخ ديالنا، وعادت الحقيقة في الحقيقة سي السلامي تيستاهل. حنا كلعابة قدام، حنا كلعابة ديال المدينة القديمة نديرو له واحد التكريم كبير وشريف لأنه يستاهل. السلام عليكم، كنشكركم على الاستضافة. اليوم خرجنا بالتكريم عند واحد الجمعية ديال المدينة القديمة اللي كتكون بزاف الناس واحد العمل شاق كنوصلو فيه بزاف الناس، الناس اللي نسيين نسبتهم أنايا. كنشكرهم بزاف لأن هاد العمل قليل كان كيديرو شي واحد، هو في الحقيقة كان خاصو يبدال عند الفروق اللي كنا تنلعبو فيها، ولكن مع الأسف الفروق عندها عصا وطخرين باش يضربو، معندوش الوقت لهاد الشيء. كنشكر هاد الناس كاع اللي كيخدمو على العمل الشاق لأنه عمل ماشي سهل، دارو شي حاجة. جمعوا الدراري ديال بوردو، جمعوا الدراري ديال المدينة القديمة، كل واحد من البلاصة وواحد من الجهة، وكنا في الحقيقة مسرور على هذا المسرور. بالمناسبة كنشكر واحد السيد سعيد القداد، كان حتى هو كرمني من أطيب الناس، لأن كنت على قفلة معروف جيت كتراسي حتى أنا كنت كرمني، كنشكر بالمناسبة راجل طيب، الله يزيد ليه في طول العمر والصحة ويزيد في العمل والخدمة. بن ابراهيم محمد بطل ملاكم دولي سابق، تكرموا اليوم الناس ديال ابناء المدينه القديمه وبمساعده سعد واحد الحال باش يكرموا واحد المجموعه ديال الناس اللي عطاوا للرياضه المغربيه سواء كلاعبين كمدربين كحكام كاطباء. و بكل صراحة سياسة الاعتراف اللي بدات شوية قليلة في البلاد، من كتفكر الإنسان وكتعيط عليه باش تكرمو، فبكل صراحة هذاك الإحساس ما غادي يحس به غير هو، هذاك الإنسان المكرم هو اللي كيحس بأنه راه ما تنساش، وراه لما الإنسان راه ديما في البال. وكنشكرو بزاف سي عقادي سعيد على المجهودات ديالو، تا هو اللي دائما يساعد الناس وكيتفكر ديما الناس وكيتذكر الناس، ونتمنى ان شاء الله بحال هذا الحفل هذا يتكرر مرات ومرات باش بزاف الوجوه يتكرر. سي ابراهيم بغيتك تعطينا واحد الخلاصه على الملاكمه المغربيه في العاب اولمبيه. وللاسف الملاكمه المغربيه دابا كتحتضر، لان خصكم تعرفوا بان اول العاب اولمبيه ما كيحضرش فيها العنصر الذكوري، فتا واحد من الملاكمين الذكور ما تأهلش. بالنسبة للملاكمة ديال النساء تأهلوا ثلاثة، أوكي، على الأقل بعدا شرفوا الملاكمة المغربية. البارح تقصات متقية سن في وزن 50 كيلو، قدم برطال المرضي، بكل صراحة شنو نقول لك، ما غاديش نكون متشائم، ولكن حظوظهم ضئيلة بزاف باش يقدروا يجيبوا شي ميدالية، لأن الناس كتخدم بزاف، البلدان كتحضر وكتوجد، وحنايا عندنا بزاف ديال العشوائية، وجيبوا إعادة النظر في الإدارة التقنية ديال الجامعة الملكية المغربية للملاكمة. شكرا سي إبراهيم. والدراري الرياضيين الله يطول في العمر ديالو في هذا النهار هذا، شكرا شكرا. فتحة فتحة.